انطلقت فعاليات مؤتمر أفريقيا للطيران 2018 بحضور وزير الطيران المدني شريف فتحي ومشاركة أكثر من 650 شخصية دولية وإقليمية في مجال الطيران وممثلي شركات الطيران حول العالم. وكانت شركة إيرباص استعرضت أحدث منتجاتها التي توفر أعلى معايير التوافق مع متطلبات شركات الطيران في قارة أفريقيا على هامش مشاركتها في قمة أفريقيا للطيران 8.